بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده على فضله وإحسانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة. الله به التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنه الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. الشارح رحمه الله يذكر هنا أدلة حدوث الأعراض بالأعيان. الأعيان والأعراض كلها حادث، هكذا ذكر. فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض والأعيان أجسام وجواهر، هكذا تقرر، يعني الشارح بين، فنقول الكل حادث. الكل حادث يعني كل من الأعراض والأجسام والجواهر حادث بجميع أجزائها، حادث بجميع أجزائها. ينبغي أن يقدر هكذا بجميع أجزائها. لماذا؟ ذكرنا في الدعوة أن العالم بجميع أجزائه حادث. ثم يذكر دليلا. أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة، يعني حدوث بعض الأعراض بالمشاهدة، كالحركة بعد السكون واللوء بعد الظلمة. إذن هذه حركة حادثة واللوء حادثة بالمشاهدة. والسواد بعد البياض، أولا يكون بياض ثم سواد، فالسواد حادث بالمعاينة والمشاهدة. كذلك اللوء حادث بالمعاينة والمشاهدة. كذلك الحركة أيضا. وبعضها بالدليل. إذن حدوث بعض الأعراض بالمشاهدة وحدوث بعض الأعراض بالدليل. ما هو الدليل؟ وهو الطريان العدمي، يعني يطرأ العدم على بعض الأعراض. بعض الأعراض حدوثها بالمشاهدة، والبعض الآخر هكذا، بعضان فقط، بعض وبعض. إما يثبت حدوث الأعراض بالمشاهدة، هكذا قسم، ثم قسم آخر يثبت حدوثه بالدليل. ما هو الدليل؟ الطريان العدمي كما في أرداد ذلك. أرداد ذلك يعني السكون، بعد السكون حركة. فإذا السكون منعدم، عندما حدثت الحركة صار السكون منعدما، طرأ عليه العدم، فظهر أن السكون أيضا حادث. كذلك عندما جاء اللوء انعدمت الظلمة، طرأ عليها العدم، فظهر أن الظلمة أيضا حادثة. كذلك أمر البياض أيضا، البياض عندما طرأ عليه السواد، أو حينما جاء السواد طرأ على البياض العدم، صار منعدما، فظهر أن البياض أيضا حادث. نعم. فإن القدم ينافي العدم. لماذا يدل طريان العدم على حدوث هذه الأعراض؟ هذا الذي يذكر. فإن القدم ينافي العدم. القديم ماذا؟ لا يقبل العدم،
بل ينافي العدم. لذلك الذي يطرأ عليه العدم فهو حادث لا شك. ثم يعلل لهذه القضية: القدم ينافي العدم. لماذا؟ لأن القديم إن كان واجبا لذاته، يعني القديم قديما إما يكون واجبا لذاته وإما يكون واجبا لغيره، كلاهما لا يطرأ عليهما العدم. لأن القديم إن كان واجبا لذاته فظاهر واجب لذاته، يعني لا يقبل العدم وجوده، وجوب وجوده لأجل ذاته، معناه الوجود لا يفارق ذاته، فإذن لا يطرأ عليه العدم، لا يكون معدوما. ثم وإن لم يكن واجبا لذاته، هذا قديم لكن ليس واجبا لذاته بل لغيره، لزم استناده إليه، يجب استناد هذا القديم الواجب لغيره إليه، إلى ما؟ إلى واجب لذاته. هذا يعني قديم ليس واجبا لذاته بل هو واجب لغيره، فيجب استناده إلى هذا الغير. نعم، ما هذا الغير؟ هو واجب لذاته، فإذا واجب لغيره يستند إلى واجب لذاته. هكذا قديم آخر، كيف يستند إليه؟ بطريق الإيجاب، يستند إليه بطريق الإيجاب، هو الذي يوجبه، يعني هذا الواجب لذاته يوجب أي شيء؟ هذا القديم الواجب لغيره فهو يوجبه. بطريق الإيجاب، إذ الصادر عن الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة. لماذا يستند بطريق الإيجاب؟ لماذا لا يستند بطريق القصد والاختيار؟ لا يستند إليه، لماذا؟ لأن الشيء، لأن الذي يصدر عن شيء كيف يصدر منه؟ بقصده واختياره، يكون حادثا بالضرورة، لا يكون قديما. فرضنا هذا الشيء قديما واجبا لغيره، فإذا ينبغي أن يكون بطريق الإيجاب، يعني وهذا أيضا لا يفارقه، يعني هذا الواجب لغيره لا يفارق وجوده لهذا المستند إليه، لا يفارق الذي استند إليه فهو الواجب لذاته، فإذا وجود الواجب لغيره لا يفارق الواجب لذاته، فإذا لا يطرأ عليه العدم. ثم والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة. لماذا؟ هذا الموجب القديم هو علة، وهذا المستند هو الواجب لغيره وهو قديم، وهذا ينبغي ألا يتخلف عن العلة لأجل ذلك وهو أيضا قديم. فإذا على أي تقدير؟ سواء قدرنا أن هذا القديم واجب لذاته أو واجب لغيره، على أي تقدير ينبغي أن يكون قديما، ينبغي أن يكون قديما. هذا القدم ينافي العدم، فإذا لو طرأ على شيء العدم ظهر أنه حادث ليس بقديم. هكذا قسمان الأعراب، قسم يثبت حدوده بالمشاهدة، وقسم آخر يثبت حدوده بهذا الدليل، فإذا ثبت بحدوث هذين القسمين بهاتين الدليلين أن الأعراض كلها حادثة بجميع أجزائها بدون استثناء حادثة. ثم يذكر دليل حدوث الأعيان
وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هذا الأعيان ماذا حالها؟ لا تخلو عن الحوادث. أي عين كان يطرأ عليه عشاء الأعراض، حوادث يعني الأعراض. الأعيان محل الأعراض، والأعراض حادثة كما ثبت. فإذن الأعيان لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحادث حوادث وهو حادث. هكذا ذكر مقدمتين. فثبت أن الأعيان حادثة، يعني الأعيان لا تخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث، فالأعيان حادثة. هكذا يعني على الشكل الأول ثبت أن الأعيان حادثة. فإذا هناك مقدمة ثانية، الأعيان لا تخلو عن الحوادث، كذلك مقدمة أخرى، ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يبينهما الشارح، يقول: أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، يعني أي عين كان إما يكون ساكن أو يكون متحرك لا واسطة بينهما، لذلك أي عين كان هو متحيز كما سبق، متمكن يحل في مكان وحيز. ثم إما يكون متحركا أو ساكنا ليس واسطة بينهما. فإذا كل عين يعرض عليه إما السكون أو الحركة، فثبت به أن جميع الأعيان لا تخلو عن الحوادث، فالذي لا يخلو عن الحادث فهو حادث. ثم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان كما سبق، أما عدم الخلو عنهما، يعني أعيان لا تخلو عن الحوادث، وقال فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون. فإذا أولا بينا أن الأعيان لا تخلو عن الحوادث، كيف؟ لأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. ثم لماذا لا تخلو عن الحركة والسكون؟ هذا الذي يبينه فيما بعد. أما عدم الخلو، خلو أي شيء؟ خلو كل عين عنهما عن الحركة والسكون. فلأن الجسم بالجوهرة، يعني الأعيان قسمان، إما جسم أو جوهر، لو كان مركب فهو جسم وإلا فهو جوهر. نعم. لا يخلو عن السكون بحيز، إما ينبغي أن يخلو عن السكون في حيز، لا يخلو، يعني هو ساكن في حيز، إما هكذا ساكن في حيز، فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن، يعني هذا حاليا هو ساكن في حيز، فإذا ينظر أين كان هذا الشيء؟ في أي حيز كان هذا الشيء في اللحظة السابقة؟ هل كان كون هذا العرض، لا هذا العين الجوهري الجسم، في نفس الحيز أو كان في حيز آخر؟ يعني إن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. انظر هل هذا في اللحظة الماضية، هل كان في هذا الكون والحيز متحيزا في هذا الحيز أو لا؟ لو كان متحيزا في نفس الحيز فهو ساكن، لو كان متحيزا في حيز آخر ثم حاليا انتقل من ذلك الحيز إلى حيز جديد وهذا هو متحرك، هكذا يكون حالتان فقط بالنسبة إلى أي عين. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين
في مكان واحد. هكذا العلماء عرفوا الحركة والسكون. ما هو الحركة؟ كونان. الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد، هذا معنى قولهم. نعم. لكن هنا ذكر عصام الدين، يعني أرادوا بقولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، هذا قولهم، أرادوا بهذا القول أنها الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الأول، يعني معنى عبارة الشارح، فإن كان مسبوقا بكون آخر بذلك الحيز بعينه فهو ساكن. فإذا ما هو السكون؟ هذا الكون الثاني في الحيز الثاني بعد أن سبقه كون في نفس الحيز، هذا هو السكون. كونه في الحيز الثاني بعد أن سبق كونه في نفس الحيز، هكذا عبر أولا. معناه معنى عبارته أن الكون الثاني يوصف بالسكون، كذلك في الحركة أيضا، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. فما هي الحركة؟ يعني كونها في حيز جديد بعد أن سبقه حيز آخر، كونه في حيز آخر. فإذا كونه في الحيز الثاني بعد أن كان في حيز آخر، فهذا الكون في الحيز الثاني هي الحركة حسب عبارته أولا. ثم قال هذا معنى قوله ما الحركة كونان، مفاد هذه العبارة أن الحركة مجموع الكونين والسكون أيضا مجموع الكونين، لكن هذا ليس مرادا له، بل ما أفادت عبارة الشارح هو مراد قولهم. عصام الدين بيّن أرادوا بقولهم الحركة كونان في آنين في مكانين أنها الكون في المكان الثاني بعد الكون في المكان الأول، وأرادوا بقولهم السكون كونان في آنين في مكان واحد، أراد بهذا القول أنه الكون الثاني في المكان الأول بعد الكون الأول، هكذا. فتسامحوا في جعل الكون السابق الذي هو شرط تحقق الحركة والسكون، هذا الكون السابق أو الكون الأول هو شرط تحقق الحركة والسكون، ليس جزءا من الحركة والسكون، جعله جزءا منهما، وفي هذا تسامح. ثم بعده هنا يعترض، فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا، يعني لا يخلو عن الحركة والسكون، هكذا ذكرنا. لماذا؟ لأنه إما يكون مسبوقا بكون في نفس الحيز أو في حيز آخر، يمكن أن يفرض أن لا يسبقه كون آخر، لم يسبقه كون آخر بل هذا هو الكون فقط، إذن كيف يفرض هذا؟ هم أجابوا كما في آن الحدوث، يعني شيء حدث في أول أوان الحدوث لم يسبقه كون آخر، فإذن هذا الشيء لا ينحسر كونه في الحركة والسكون، بل يكون هناك حركة كون ثالث، هكذا اعتراض على حسر الشيء وعلى قوله لا يخلو عن الحركة والسكون. نعم هذا. فإن قيل هذا منع للمقدمة القائلة أن الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون، بل يكون للأعيان حالة أخرى، ما هي حالة
تحيز وتكون في حيز وقع بدون سبق حيز كونه في حيز آخر. أكرا أكرا كتب بعض الشراح حاصل هذا السؤال أن يقال سلمنا أن الجسم بالجوهر لا يخلو عن الكون بالحيز، ولكن لا نسلم أن ذلك الكون منحصر بالكونين المذكورين. جسم جوهر يتحيز في حيز هذا مسلم، لكن لا ينحصر ذلك الكون في الكونين المذكورين، يعني الكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز بعينه، والكون المسبوق بكون آخر في حيز آخر، يعني لا ينحصر هذا الكون في الحركة والسكون. لماذا؟ لجواز أن يكون أن لا يكون الكون مسبوقا بكون آخر أصلا، لا في ذلك الحيز ولا في حيز آخر، فلا يكون الجسم أو الجوهر متحركا ولا ساكنا، لا يكون متحركا ولا ساكنا. نعم. ولا يكون قولهم فلأن الأعيان لا يخلو عن الحركة والسكون صادقا، فلا يتم المقدمة الصغرى ولا يتم الدليل المذكور عن حدوث الأعيان. هذا هو يعني خلاصة هذا السؤال، يعني منوع المقدمة الصغرى. فإن لا يجوز أن لا يكون مسبوقا بكون آخر أصلا كما في عن الحدود، فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا. قلنا هذا المنع لا يضرنا، هذا المنع لا يضرنا. لماذا؟ لما فيه من تسليم المدعى، يعني هم أتوا بكون ثالث. ما هذا؟ كما في عن الحدوث، فإذا فيه تسليم أن هذا العين حادث، يعني هذا عين في كون لم يسبقه كون آخر، يعني هذا الكون في آن أول حدوثه، فإذا وهو حادث وسلم المدعى. هذا يكفي. نعم. على أن الكلام بالأجسام التي تعددت فيها، ثم هنا جواب على جواب علامة على الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ هذا لا يضرنا لأنهم سلموا المدعى. علامة على ذلك أن الكلام بالأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان، فهذه الأجسام إما يكون متحركة أو ساكنة. لماذا؟ إما يسبقه كون آخر في نفس الحيز أو في حيز آخر. ثم وأما حدوثه، يعني هناك ذكر أمرين، لا تخلو عن الحركة والسكون، ثم الحركة والسكون كلاهما حادثان. نعم. وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض، نعم كما سبق الأعراض كلها حادثة، بينا بعضها بالمشاهدة وبعضها بالدليل، ثم وهي غير باقية، الأعراض لا تبقى، هذا دليل كون الأعراض حادثة. ولأن ماهية الحركة لما بها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير. ماهية الحركة، ذكرنا الحركة كونين في آنين هكذا، فإذا فيه يكون الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوق بالغير. ثم والأزلية تنافيها، الأزلية تنافي هذه المسبوقية، الأزلي ينبغي ألا ينتقل من حال إلى أخرى، لأن تنافيها. ولأن كل حركة وهي على التقصي، وهي على التقلي، أما فإذا حدوث الحركة والسكون ذكر له أدلة، أولا هي هما من الأعراض، هذا دليل حدوثهما، ثم ثانيا ماهية الحركة يقع فيها انتقال من حال إلى حال أخرى
تبتلي المسبوقية بالغير بل زلية تنابيها يعني من هذا أيضا يثبت أن الحركة حادثة لكن هذا الدليل العلة خاصة بالحركتها ثم ولأن كل حركة وهي على التقلي وعدم الاستقرار هذا أيضا يرجع إلى حدوث الحركة التقلي معناه انقلاع جزء ثم حدوث جزء ثم انقلاع ثم حدوث جزء ثم انقلاع هكذا هذا يدل على الحدوث هذا ذلك وكل سكون فهو جائز الزوال هذا يرجع إلى السكون لأن كل جسم وهو قابل للحركة بالضرورة لذلك لو فرضنا جسما أنه ساكن دائما وهو يمكن أن يقبل الحركة فإذا هذا السكون جائز الزوال هذا أيضا دليل الحدوث فإذا الدليل الأول أنهما من الأعراض يرجع إلى حدوث الحركة والسكون بعده لأن ما هي الحركة ماهية الحركة هذا يرجع إلى حدوث الحركة ثم لأن كل حركة يعني هذا أيضا يرجع إلى حدوث الحركة ثم قال وكل سكون وهو جائز الزوال هذا يرجع إلى حدوث السكون وبهذه الأدلة تقرر حدوث الحركة والسكون وقد عرفت أن ما يجوز عدمه يمتنع قدمه هذا بقية هذه العلة الأخيرة كل سكون وهو جائز الزوال فإذا ما يجوز عدمه يعني ما يجوز زواله وعدمه يمتنع قدمه هذا يعني في بداية درس اليوم قرأنا هذا فإن القدم ينافي العدم لأن القديم إن كان واجبا لذاته هذا هو نعم ثم هكذا أثبتنا ثم وأما المقدمة الثانية نعم المقدمة الثانية ما هو يعني ما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث هذه المقدمة الثانية وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت بالأزل لزم ثبوت الحادث بالأزل وهو محال ما لا يخلو عن الحوادث هذا عين لا يخلو عن حادث في وجوده متى وجد كلما وجد يكون فيه حادث فإذا لو لم يحدث هذا الشيء يعني لو لم يكن هذا الشيء حادثا ينبغي أن يكون يعني ينبغي أن يثبت هذا الحادث في الأزل هذا الحادث في الأزل ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت بالأزل لزم ثبوت الحادث هذا الحادث هو عارض ما لا يخلو عن الحوادث هذا ما هو شيء يعني وهو معروض للحادث محل للحادث وهذا المحل والمعروض للحادث لو كان قديما لو كان في الأزل فالعارض فالحادث الذي حل عليه وهو أيضا ينبغي أن يكون قديما أزليا الحادث لا يكون في الأزل الحادث لا يكون بالأزل بل حادث معناه مسبوق بالغير مسبوق بالعدم معناه هذا ما كان بالأزل وهو محال ثم يذكر الشارع هنا أبحاث وها هنا أبحاث سنقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله.